أعزائي المستمعين والمستمعات، كما عودناكم كل يوم معنا أحد الأشخاص الذين كان لهم بصمة حقيقة إيجابية، وطريقهم كان ليس بذاك السهل لتحقيق مثل ما نقول نجاح وتميز وبصمة في مجال العمل. حبينا نحن اليوم نختم حلقتنا بهذه القصص وبهذه الدروس المستفادة وبهذه البصمات الرائعة. يسعدنا أن يكون معنا في الاستوديو سيدة الأعمال الصيدلانية الدكتورة صفا البنا. تحياتي دكتورة. تحياتي. أهلا. الله يعطيك العافية ويبارك فيك يا رب. يعني أول شيء أنا شاكر لك جزيل الشكر، رغم أنه بيتك حقيقة بعيد والظروف اليوم كانت عجقة عندك، حقيقة كان في عجقة، رغم هيك أكرمتينا وشرفتينا بالزيارة، ألف تحية لك يا دكتورة. بالعكس، هذا شرف لي أن أكون معكم دائما. الله يخليك ويبارك فيك يا دكتورة. دكتورة، كعادتي مع أي شخص أحب أن أتعرف على بطاقته الشخصية. الصيدلانية الدكتورة صفا البنا. نعم تفضلي. نعم. سورية. ما شاء الله. من محافظة حماة. يا هلا والنعم والله. الله يخليك. مواليد 1982. ما شاء الله تبارك الله. تمام. متزوجة. زوجي طبيب جلدية وجراح تجميل، أم لثلاث أطفال. ما شاء الله، الله يحفظهم. الله يخليك. لدينا شركة مستحضرات تجميل. حلو جميل. مقيمين باسطنبول. مقيمين باسطنبول، يعني لكن قبل اسطنبول انت ترعرعتي نشأتي في مدينة حما. الى اي مرحلة درستي؟ لخلصت دراستي، لخلصت المرحلة الجامعية. جامعية درستي. نعم. الجامعة الصيدلة. نعم كنت بسوريا. نعم. جميل. وتزوجت هناك؟ لا يعني هو انا غادرت سوريا لما تزوجت. وبسنة كم؟ 2012. اول 2012. اول 2012. طيب خلال دراستك انت مباشرة خلصتي جامعة وتزوجتي دغري ام اشتغلتي؟ لا كان في مرحلة، طبعا كان جميل. في مرحلة كانت بين ما تخرجت ولما خلصت اشتغلت بمعمل ادوية. هذا بالمناسبة كل الصيادلة في سوريا لما بيتخرجوا يا بيشتغلوا بصيدلية، ما هيك؟ يا بيشتغلوا بمعامل ادوية، واحيانا منهم يا حرام بيضطر يشتغل مندوبين. مندوبين مية تماما مية. وبيضلوا بهاي الفترة، فترة العذاب أنا بسميها، فترة تمام. لحتى ما ينشأ ويكون. كيف مرت عليك هاي المرحلة؟ هل أنا ما كانت كثير المرحلة طويلة. لأنه أنا أثناء دراستي مريت بهاي المرحلة. يعني أثناء أنا كنت عم بدرس كنت اشتغلت مندوبة أدوية بس. هاي المرحلة بالدراسية. بعد ما تخرجت كانت ملكت هذا الخبرة وصار عندي يعني مثل ما بيقولوا كان عندي أفكت، فلما أدخل على مقابلة جميل. فورا كنت أخذ الفرصة. حلو. فأنا لما تخرجت توظفت مديرة إنتاج بمعمل أدوية. يعني فورا. الحمد لله رب. طب كيف استطعت توائمي دراسة صيدلة مو سهلة؟ تمام. طب كيف كنت توائمي بين شغلك ودراستك؟ هلا نحن تركيز الصيدلة بصراحة هي مو معنا يعني مو صعبة كتير مثل إنه صعبة، لا بس هي في أوقات عملي طويلة، فخارج أوقات العملي كان عندك تملك هذا الوقت. في كان فرصة أن الواحد في بيملك يعني. هلا الطالب مو مثل يمكن الطالب يعمل وهم لأهله مشان يحسسهم إنه هو بصراحة مسؤوليته كتير كبيرة. أنت ما عملتي هيك؟ ما لا لا لا، فهو الواحد فينا ينسق يعني ما نهى المهمة الصعبة. جميل جميل جدا. فبعد ما خلصت لما توظفت بمعمل أدوية وبنفس الوقت فتحت الصيدلية فورا. يعني أنت مباشرة بعد التخرج اشتغلت بالأدوية وفتحت مشروعك الصيدلية. تماما طبعا. بالريف. طب تماما. هذا لأنه خدمة الريف إجباري بسوريا. تماما تمام. كان عنا. طيب الآن هاي المدة قديش استمرت؟ تقريبا شي سنة ونص. سنة ونص بعدين تزوجت. تمام. لما تزوجتي غادرت سوريا، ما كان صعب أنه توقفي هاي المشاريع مثلا؟ هلأ كان صعب بس خلص الزواج يعني مشروع آخر. طيب وين سافرتي؟ سافرنا على بيروت، ضليت فترة قصيرة ببيروت بعدين جينا على تركيا مباشرة. يعني انتم من اول من يعني 2013 مثلا؟ لا بال 2012. هذا 2012 بيجيتوا على اسطنبول. نعم. طيب الان باسطنبول مرحلة جديدة، حياة جديدة، صعوبات جديدة دكتورة. مزبوط. نعم. طيب حسيتي هون انه تدمرت احلامي وتبعثرت كل شيء؟ طبعا. طيب كيف استطعتي انك تتأقلمي؟ عشنا مرحلة انتقالية صعبة كثير. احنا اول ما جينا على تركيا جينا على هاتاي، على انطاكيا. طيب ضلنا تقريبا هنيك شي سنتين ونص، كانت مرحلة ركود سبات. شو عملتي بهالسنتين؟ ما عملنا شي ولا ما كنا نشرب وننام. بس ما فكرتوا تفتحوا اي فكرنا. مشروع؟ ما حسيتوا بالندم اول شيء انه نفتح مشروع هيك. لا 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 لا، هلا انه نفتح مشروع كانت الظروف الماديه ما بتسمح، لانه نحن كنا طالعين من ظرف مادي سيء كتير اصلا. فظرفنا المادي ما كان بيسمح موضوع تكوين مشروع. فرص عمل سوري بتركيا حتى اذا معك شهاده ما فيك تشتغل، فهي كمان كان اكس عليها. موضوع طلعه اوروبا كان بالنسبه لي ما نو حلم.
ولا بيوم من الايام ما كان حلم. يعني خيار موجود؟ لا كان موجود هذا الخيار لما طلع بال2012 عرضوا علينا. كان في جمعيه عم تعمل اول يعني بدايه اللجوء بال2012 بالسويد، كان عم بيطلع على السويد كانوا يعطوه فيلا اول ما طلع هذيك الايام، كان كثير مرفه. فعرضوا علينا انه بيطلعونا على شكل مؤتمر، انه بتطلعوا على اساس انه مؤتمر وبتعملوا بتقدموا هنيك لجوء، يعني رفضنا لانه ما كانت اوروبا بيوم لي حلم. هلا حلم اطلع سياحه اطلع كذا، بس ما كانت هي حلم بالنسبه لي انه اطلع لجوء عليها يعني. وحس بصراحه كان لسه كان الانتماء الوطني عندي كثير كثير زايد، فانه ضل قريبه من سوريا. نعم انه لا ضل قريبه، انه بكره بتتحسن الامور بكره بنزل هيك يعني. كان عندي هذا طيب في سنتين ونص يعني ما حسيته انه الواحد تبعثرت حط طموحاتي تماماً احلام تماماً. نرجع ما نرجع اندمنا انه تزوجنا زوجي. حتى زوجي كان يحس بالندم انه تزوج، ونحس بالندم انه الزواج هو اللي عقل احلامي واحلامه، هو اللي خرب علينا. عمل مشاكل كتير اجتماعيه، عمل مشاكل بيناتنا. كان عندي جاني طفل وحملت فورا بالثاني، فان انا حامل وانا عندي ولد صغير، انا شو عملت بحالي؟ ليش تركت بلدي؟ ليش كذا كذا؟ يعني بهي كلها تراكمت. بس بالنهايه الانسان هذا الشيطان يعني بيدخل بمرحله أيوة. بضعفه يعني أيوة. ما بيعرف انه الانسان لازم يامن انه هذا القدر مكتوب عليه بده يمرق سبحان فيه. سبحان الله. مرقنا بهي الفتره السكونيه ضليته سنتين ونص تقريبا، وما كان في اي خطوه للامام. لا ابدا تقديرك ما في اي خطوه سنتين. لا ما عندي يعني ما عندي في امل في، لكن انه ممكن يتغير الوضع. رسمه على الارض ما كان فيه. ما في حاولت معناتها هيك حاولت. سالنا انه يقول لنا مثلا ممكن تشتغلي انت بصيدليه، تشتغلي هون لانه بتركيا ممنوع اصلا طبعا، بس تشتغلي موزع تعملي قهوه وشاي. لا تعمل قهوه وشاي وتنظف وتطبق ادويه على رفوف وهيك كذا وخلصت الحكايه. وراتب زهيد جدا وراتب ودوام طويل، فرفضت. طيب شو اللي خلاكم تطلعوا منها؟ طيب بحث عن فرصه؟ تماما جميل. يعني خلص انه صار لازم ننفض الغبار، صار في ولدين، كبرت المسؤوليه، طلع زوجي وحاول ادور على فرصه عمل مناسبه، لقى فرصه جيده على اسطنبول. هون على اسطنبول. جميل. طيب هاي كان في اي سنه؟ 2014. نعم. جيتوا على اسطنبول طبعا أسطنبول. حسيتوا حالكم كانه دوله اخرى جديده، بيئه جديده. تماما. طيب لامتى يعني امتى بلشتوا؟ ضليتوا بمرحله ايضا ترقب هون بدي زوجي عمل بعيد عن مجاله طبعا، ولكن عمل مدخوله جيد نوعا ما، تحسنت يعني تحسنت نفسيتنا نوعا ما شوي نوعا ما. هيك لبداية 2015 بلشت أرجع لمجالي. يعني سلام. صبية إجت ذكرتني أنه أنت كنت تشتغلي وتركبي كريمات بسوريا، وأنا أخذ من عندك كريمات ومستفيدة منها، رجعي لاقي لي. فأنا بالأول صديتها انه شلون انا ما بعرف هون تركي وما بعرف اسماء المواد ولا بعرف عطارين، ما بعرف شيء ابدا، لا ما فيني. طيب فهون زوجي انه لا حاولي، بنسال بنشوف. وفعلا بلشنا رحله البحث والمحاوله، ونسال جيراننا على اسماء بالتركي ونترجم ونروح عند العطار، وقلنا الكريم طيب. خذوه. جميل الحمد لله، نعمه من الله. طيب انت لما دخلتي الان لهذا المجال وبلشت تعملي الكريمات، كان ببالك انك انت تعملي مشروع، أم ببالك إنه خلص أنا في كثير ناس بتعمل بالبيت وبتبيع، أو بتروح تشتغل بصيدلية وبتعمل، أو بتشتغل مندوب وموزع هون؟ شو اللي خلاك تفكر بطريقة أخرى إنه لا أنا ما بدي أعمل هذا الشيء، رغم إنه بقول لك لا بدي أفتح مشروعي أنا تماما. وبدي أتحدى عوائق السوق التركي وبدي أتميز. هلا بصراحة أنا كنت واصلة لمرحلة من اليأس إنه أنا بدي أشتغل لعيش بهالطريقة. ايه كنا كتير واصلين لمرحلة من اليأس. بس في عاملين كتير أساسيين هن اللي خلوني. أول شيء محبة الناس، أنا كتير لله. كتير كتير دعموني الحمد لله. أهل بلدي والناس اللي كانوا هون وقفوا كتير. عندي أصدقاء لهلأ بفتح منشورات فيسبوك 2015 بشوف تعليقاتهم بنبسط من قلبي، مع أنه ممكن قطعت التواصل بيناتنا، بس لسه أنا معزة بقلبي لأنه هن دعموني اللي أعطوكي هذا الدافع المعنوي. تماما جميل. جميل. والدافع الأكبر زوجي، لأنه هو العقل المفكر. يعني هو اللي اجى بيوم من الايام قال صفاء نحن عم نشتغل بشكل ما قانوني، نحن ممكن الدوله تواجهنا بيوم من الايام، نحن قاعدين ضيوف مفروض نحترم نفسنا. ركز على النقطه. تمام. قال لك انت ما عم تشتغل، شو كنت عم تشتغلي قبل اول شيء بشكل غير قانوني؟ شو يعني كنا نركب كريمات بالبيت وزيوت للشعر. طيب وبعدين تعطوها لمين؟ نبيعها للسوريين على الانترنت. نحن اول شركه او اول حدا بتركيا هون باع بمجموعات الفيسبوك وعمل شيء اسمه اي كوميرس. طيب جميل. عم حكي بال 2015 ما كان حدا يعرف شيء اسمه بيع مجموعات. قال لك تعال نعمل قانون. شو عملتوا بشكل قانوني؟ شو عملتوا؟ فتحنا شركة صغيرة. تمام. ورخصنا عليها ماركة، عملنا ماركة. عملتوا حقوق حفظ ملكية يعني؟ تماما سميناها في ماركة. شو اسمها؟ صفكير. جميل. والله ألف تحية لزوجك الكريم يعني. هو بالعكس طبعاً. يعني معتد
بإمكانياتك وخبراتك وسما صفاكي. وبلشنا نصنع حلو بمصنع. بلشنا نصنع هاي المنتجات، بلشنا نصنع أول منتج وثاني منتج، بلشنا نكبرهم، نعمل كميات صغيرة بالبداية ونبيعهم. صرت لما أعمل إعلان، يعني لما أحكي إنه منتجي مرخص، صرت لسه ياخد صدى أكتر. تماما. طب تعديتوا الحدود الجغرافية التركية؟ بداية كنا ضمن تركيا، بس تعديناها بزمن قياسي. يعني بعد ما بلشنا، بعد ما رخصنا، خلال أشهر صرنا انتشرنا للخليج. هلأ حاليا عندنا وكلاء، منتجاتنا مرخصة بالخليج العربي كله. يعني كأنك أنت عم تقولي أنه صحيح ربما إطار قانوني قد يكلف قليلا، قد طبعاً يكون في بعض البيروقراطية والروتين ربما حسب النشاط، حسب النشاط. إيه، لكن بيساعدك انك تختصر خطوات تماما عديدة، وبيخليك انت واثق من نفسك، واثق من نفسك، وقد ما تحاربت انت بالسيف سايد. طيب كصفا كير، وعندك ما شاء الله تبارك الله 3 أطفال، وزوجك ايضا عم يشتغل، مأثر على الحياة بيتكم يعني نوعا ما؟ الحمد لله. لا سيدة أعمال بالبداية، ايه، أول ما بلشت أشتغل ما قدرت، لأنه أنا أم جديدة، 3 أطفال ورا بعض، شغل. أنا كنت أشتغل قبل، يعني أنا بحب العمل كتير، بس ما كان سهل أبدا أنه أقدر أوفق. فلذلك هذا الشيء حتى أقدر أعطي أولادي كل شيء بقدر عليه، وبنفس نفس الوقت نسق مع شغلي. أنا كتير يعني أنا تعبت، أنا جسديا كنت أرهق، ونفسيا. هلأ صرت نسق يعني، الحمد لله صار في فرصة للتنزيل. طبعا. هلأ بعرف أنه مثلا هذا الوقت أولادي ما موجودين بالبيت، هذا الوقت فيني فرغوا لألي. يا سلام. والولاد وعيوا شوي، مسؤولية شوي بتخف شوي شوي، صار يعرفوا هذا الشيء ويستوعبوا. بس بداية طبعا الأم بتدفع ضريبة والأب بيدفع ضريبة، هذا لا شك فيه، هي ضريبة النجاح كما ضريبة التميز كما يطلق عليه. طب أنا بدي أختم بنصيحة من حضرتك دكتورة، فعلا لكل سيد الآن عم تسمعنا وبباله مشروع، يعني بباله فكرة بس ما عنده جرأة، ربما ما توفر لها داعم مثل زوجك الكريم، ربما ما توفر لها أولئك الأصدقاء اللي كلماتهم بلسم على الجروح. صحيح. شو بتنصحيها؟ هلأ أغلب يعني أغلب الحكي اللي ممكن تسمعه من أي حدا أنه لا تيأسي واستمري. صحيح، هذا اللي عم نسمعه، هذا اللي بنسمعه، وأمامك الطريق تحفيز، بس هذا التحفيز بده خطوات. لا تعدي تسمعي كتير محاضرات عن التحفيز وأنت قاعدة بأرضك. شو تساوي؟ يعني خدي أول شيء، خدي أول خطوة، كتير رح تكون صعبة. يعني لا تنظمي اللي بعدها، لا تبلشي من الألف للياء بعدين تحطي أول خطوة بمشروعك. حطي الألف، الياء بتجي بعدين لحالة، هي بتجرك لحالة. اركي على شخص، اعتمدي على شخص تحسي أنه ممكن يدعمك، لحالك ما قادرة، صعب كتير. سيدة أعمال يعني بحاجة لحدا يدعمها إجباري، وأفضل من يدعمها طبعا الدائرة المقربة، إذا كانت متزوجة، زوجة، أبوها، أخوها، والدتها، أصدقائها. المجتمع بتغير عن قبل، كان كتير يرفض فكرة إنه الست هي اللي تكون عاملة وهي اللي تقدم، ولكن حاليا متقبلة، وما في ما في ما في شيء اسمه مستحيل. بدأ شوية صبر، واللي بيشوف الإنسان قال بيقولك لو علم الإنسان بالغيب لرضي بالواقع. سبحان الله. فلذلك رضى الإنسان بالواقع ويشتغل لحتى يكون نفسه بشكل. وأكبر مثال ما حدث معك دكتورة. يعني حقيقة البعض ربما دائما أنا بكررها وبقولها، يعتقد بأنه الإنسان قد يخلق وظروفه كان فيه بتمه معلقة من ذهب. تماما. لكن ما سمعته الآن من حضرتك وما قرأت عنه قبل مجيئك إلى هنا بأنه بالفعل مراحل ومطبات متعثرة جدا كانت. صحيح. في مواقف حياتك التي مريت بها، انتهاء إلى الماركة تبع صفاكير. شكرا جزيلا. شكرا لك الدكتورة الصيدلانية صفا البنا، سيدة الأعمال، شكرا جزيلا لحضورك وتشريفك رغم زحمة جدول الأعمال عندك. شكرا. الله يعطيك العافية. شكرا لحضرتك. أعزائي المستمعين والمستمعات، إذن هذه خلاصة الحياة هنا، لابد من مثابرة ولابد من اجتهاد. على أمل أن نلقاكم غدا وأنتم في معية الله. كان معكم بلال صالح. أرضي بلادي معطر، صباح الفنون ولحن الأغاني، صباح الحوار الذي فيه نكبر، صباح برائحة الهاري تذكي حنينا بصدر الشباب المهجر، وسحر الأناضول ينساب عشقا، سميت وجبن وخبز محمى، صباح بطعم